الان مثلا في المغرب هنا، علاش مديره العرائش ما عندهاش ارضيه؟ انا كيخصني نطرح واحد السؤال على يعني السلطات المحليه، مش حال جاكم من دوسي يعني طلب باصلاح الملعب البلدي؟ اذا هذا سؤال كيتطرح. اما احنا كجاليه يعني خارج الوطن ما عندنا حتى شي علاقه بهذه الارضيه ديال مدينه العرائش. نحن نساهم يعني باش نهضوا نديروا واحد النهضه رياضيه في مدينه العرائش. اما الارضيه خصنا نعرفوا عندها علاقه ما بين الجمعيات في مدينه العرائش، وعلاقه ما بين الفرق في مدينه العرائش والسلطات المحليه. يعني هذه ما عندها حتى شي علاقه بالنبي. هذا السؤال يعني غنحيدو هذا. غنلحقو دابا يعني التكريم. التكريم قلت لك فيه جوج الانواع. كاين تكريم يعني يكون مادي يعني لبعض اللاعبين، وديك اللاعبين يعني تم الاختيار ديالهم بصعوبه، لان الا جيتي تقرا كاين بزاف ديال اللاعبين يعني محتاجين في واحد يعني المبلغ مادي. يعني كاين واحد التكريم مادي واحد المبلغ يعني لا باس به، يعني العدد ديالهم كنظن خمسه ديال اللاعبين، غادي يكون يعني التكريم ديالهم مادي. وكاين تقريبا 21 لاعب يعني التكريم ديالهم غيكون معنوي. اش اللي هو معنوي؟ يعني اعتراف ديك الناس بان راه دازوا ولعبوا كره في مدينه العرائش وضحاو بالاوقات ديالهم. مثلا كما قال الاخ كنا كنطلعوا، حنا كنا كنترينيو، انا كنت باقي في الدراسه، ملي كنمشي للمدرسه كنمشي للمدرسه باش كنجي، وملي كنا كندربو كانوا كيعطونا 4 لتر د الحليب. هذا كيفاش كنا مازال كان في هذه الساعه هذه يعني كاين امكانيات المسائل، ولكن ديك الناس ما خصناش ننساو، لان المغرب عنده تاريخ، مدينه العرائش عندها تاريخ، ولكن كره القدم حتى هي عندها تاريخ. اذا ما هضرناش على هاد الناس هادو ما نزيدوش قدام، فهمتي؟ ما عمرنا نزيدو قدام. دابا بقينا نهضروا غير على هاد الناس الجداد، وحتى الملعب ما عندناش. اذا نهضروا على الناس القدام ونشوفوا كيفاش كانت يعني مدينه العرائش من الناحيه الرياضيه، من الناحيه الثقافيه. العرائش مثلا من الناحيه الثقافيه، وكانوا عندنا سينمات، كتعلم الكتابه، كانوا عندنا بزاف ديال الحوايج، هادشي كان من عدم. اذا كاين بزاف ديال الحاجات اللي بغينا نطرقوا لهم، واحد البحر، ولكن حنا واحد النقطه يعني في المحيط الاطلسي، يقولوا لها ماشي واحد النقطه ولكن غير بلاي تيليغروس نقطه شتيتو. يعني فرنسا بما انني انا كمارس يعني في الجمعيه ديال لي كوميرسون يعني ديال الناس اللي المستثمرين، يعني انا هو الكاتب يعني امين المال ديالهم، يعني وكندير واحد التنسيق كبير مع يعني الجاليه المغربيه ديالنا والسلطات ديال الدوله ديالنا، وكنحاولوا ما امكن يعني المهاجر، ماشي المهاجر القديم، حنا كنهضروا على المهاجر الجديد، ابن المهاجر يعني في السن الرابع ديالو، يعني يبقى عنده واحد العلاقه متينه مع الدوله المغربيه. يعني الدور ديالنا حنا دابا قبل كانت الدور ديال المهاجر اللي كانت تما يعني هذه الجمعيات والوداديات، كان الدور ديالهم يعني يبقى يعني يعدلوا الوراق في القنصليات، يعدلوا الوراق، ربما في اسبانيا مازال هذه المساله هذه، ولكن في فرنسا يعني الناس خرجت يعني بكري بزاف. دابا الدور ديالنا وهو توعيه الجيل الصاعد باش تبقى عنده واحد العلاقه مع الدوله ديال المغربيه. حنا هنا كنشوفوا مثلا التمويل ديال المهاجرين، يعني المغرب راه كيفوت 6 مليار، ولكن شكون اللي كيسردهم؟ كيسردهم العجوز كيفحالي انا وكيفحال فلان وفلان، كيسردوك شي دري اللي عنده 18 عام. الدور ديالنا حنايا يعني في فرنسا هو هذا، يعني هذاك ولدي خصو حتى هو يجي ويقوم بواحد العمل جبار في مدينه العرائش من الناحيه الرياضيه الثقافيه الاجتماعيه، كيفحال اللي كيشوف الناس تما في فرنسا كيفاش كيعملوا الابناء ديالهم خصو يعملها حتى هو لهنا. حنا اش كنخرجوا لبرا؟ ماشي كنخرجوا غير نخدموا ونجيو، لا، كنخدموا كنديو بزاف ديال المعلومات الثقافيه والرياضيه ومعلومات ودراسيه، يعني وهذاك الشيء هذاك يعني ملي كان الانسان كيعدل واحد جواز السفر، اما يخرج على الطريق ديال العمل ولا على الطريق الدراسه ولا طريق الاستثمار، اش كيخرج يعمل؟ كيخرج باش يمثل الدوله ديالنا، وخصو يجيب يعني ديك الشيء اللي عنده يعني يزيدهم القدام. هذه ما كيتسنكرش، ولكن كيخص يعني اليد في اليد، كيخص واحد الاتحاد ما بين الجمعيات كاملين، باش ان شاء الله وعسى يكون شي حاجه.
نزيدوا بهذه المدينه القدام ان شاء الله. سيدي يحيى كاين واحد السؤال بالنسبه للبلاد هذه هو الجاليه المغربيه. من الجاليه المغربيه واش عندكم شي علاقه بها في المغربيه؟ تماما.